ايه ده؟ انت لسه واقف؟ هات كرسي وانا اقعد. مفيش فايدة. عادي. انت فين يا بني ادم؟ سلمني ورايح فين؟ حضرتك سيادتك لسه دايسة على الجرس. ما هو مش نافع. عمالة بناجي عليك بالصبح وبضرب الجرس، أعمل إيه عشان ألاقيك؟ حضرتك عشان كنت بضرب جرس الفسحة وما كنتش سامع. طب اجري قول الكلام ده لمستر عبد الحميد حضرة الوكيل. حاضر. أقول له إيه حضرتك؟ تقول له جرس الفسحة ضرب عشان ما ينساش إنه وكيل المدرسة ويفضل يشرح لحد الفسحة ما تخلص. يلا يا بني آدم قول له كمان يجي يشوف لي حل في اللي بره ده. خلاص أنا تعبت تعبت. أنا تعبت تعبت. نازعتني بمعنى ايه؟ قولي قولي. النزاع بمعنى الخلاف يا اساتذه، يعني شوقي في منفاه او غربته حتى لو كان في اجمل بقعه في الدنيا، نفسه مش هتوافقه على البقاء، نفسه او روحه. ليه؟ لان النفس او الروح دايما تحن للوطن وبتفضله عن اي مكان تاني في الدنيا. ده كناية عن ايه؟ حد يرد عليا. صحيح. حد يجاوبني. على ما يدل هذا المعنى؟ عن حب الشاعر احمد شوقي لوطنه حب لا يقارن. صحيح. سؤال تاني. فيما يختلف احمد شوقي عن شعراء المهجر؟ انتوا عارفين ان شعراء المهجر دول كانوا عايشين في الغربه بس مش منفيين. نلاقي ايليا ابو ماضي بيقول ايه؟ كن جميلا ترى الوجود ايه؟ جميلا. يا سلام. صحيح. تعال تعال. انت مش قادر تشرح؟ ما اصل حضرتك الحصه خلصت. عارف. حضرتك الفسحه بدات. عارف. حضرتك المدير عايزاك. ايه خير عاوزاني في ايه؟ الواد رياض. تاني؟ مستر عبد الحميد. ايوه يا ياسمين. عاوز اتنقل من الفصل يا مستر. ليه؟ الفصل كله بولدة، نفسي اتنقل فصل المتفوقين بقى. لما تتفوق ان شاء الله. تعالى يا رياض، ما بقاش ورايا غيرك. اعمل لي شاي يا عبد البر. الكرة ايه يا مستر؟ خد الكرة وقطعها مننا. ولسه بنكلمه قلع الحزام وطاح فينا. بصراحة يا مستر ما ينفعش يقعد في المدرسة. ما تقولش كده تاني مرة. أنا عارف اللي حصل. قطع الكرة ومش عارفين تكملوا لعب. يا مستر ده كل مرة. للمرة العشرين عارف. سمعتكم. اسمعوني بقى. الكرة تتصلح واللعب يستمر والمخطئ ياخد عقابه واللي ليه حق ياخده. يا مستر ده كل مرة. بس بس إنما حكاية إنه ما ينفعش يقعد في المدرسة دي ما تتقالش تاني ومش من حقكم تقولوها، فاهمين؟ في إدارة، في قانون. يا مستر ده كل مرة. وكل مرة بصلح لكم الكرة على حسابي. يلا روحوا بقى كملوا لعب. سيبوني أنا هتصرف مع رياض. يا مستر ده مش بيكلمني. عارف عارف زعق فيه. يلا. روحوا بقى صلحوا الكوره وكملوا لعب. مع السلامه. ايه رايك؟ ايه الحل؟ ما ينفعش تقعد في المدرسه زي ما بيقولوا، وده مش كلام زمايلك بس. عارف يا مستر. وعارف ان الاداره عاوزه تستدعي ولي امرك؟ يا ريت يستدعوا ولي امري. انت مش همك ولا عاوز تترفض بصحيح؟ لا يا مستر، انا عاوز تبعته لبابا ويجي. يا ريت يجي ان شاء الله حتى ترفض. وبعدين يا استاذ عبد الحميد، دي مش اول مره ومش هتبقى اخر مره يا سياده المديره. يعني ايه؟ هو الولد ده مصر ما يعدلش من نفسه؟ بصراحه الولد معذور. معذور؟ شوف يا مدام زينب، الولد ده بالذات ظروفه صعبه ولازم نقف جنبيه. ده ولد عدواني، ده بيكره المدرسه والمدرسين وزمايله وبيكره نفسه. هي دي الحقيقه. مش عاجبه نفسه من غير اب. كل حلمه ان يشوف ابوه ان شاء الله يترفد. طب واحنا نجيب له ابوه منين ان شاء الله؟ مدام زينب ابوه سافر الخليج من زمان وما رجعش والواد مش عارف له طريق. يعني انا بقول بعد اذن حضرتك يعني نصبر عليه شويه. انا خايف لو تخلينا عنه يضيع. مش معقوله يتحرم من الاب ومن المدرسه. خلصتوا يا ياسمين؟ عاوز اتنقل الفصل المتفوقين يا مستر. بقول لك خلصتوا؟ يوه وروحنا. امال محمد فين؟ كان جاي. قرب يا استاذ. حاضر يا بابا. ايه بابا دي؟ هنا مفيش بابا. ما خلاص احنا في الشارع، خلصنا المدرسه يا مستر عبد الحميد. ايوه كده.
بصراحة بقى كلمة بابا أحلى من كلمة مستر. إحنا بنفصل، اركب يا ابني. أهو حضرتك قلت يا ابني أهو. ده أنا لو بنت حضرتك كنت قلت يا بابا جوه المدرسة وبره المدرسة وفي البيت كمان. أنت لو بنتي كان زمانك في الجامعة، مش بتعيدي الثانوية العامة بقالك سنتين. حظي وحش بقى إني مش بنت حضرتك. يا رياض. نعم يا مستر. مش مروح؟ أه. طب اركب أوصلك. مش رايح الجيزة؟ يلا اركب. متشكر يا مستر. حد تاني رايح الجيزة أول الهرم العمرانية؟ أنا رايح ألمانيا. مش طريقنا خالص، اركب. يلا يا عم رياض. رياض. نعم يا مستر. لو عاوز اي حاجه تقول لي. متشكر يا مستر. مش بقول لك كده عشان تقول لي متشكر، انا عايزك تنجح السنه دي. انت كنت زميل احمد، كنا سوا في الاعداديه. اهو دلوقتي هو في الجامعه وانت لسه في الثانويه. محمد حصلك، مش كفايه؟ حاضر يا مستر. يلا. لا مفيش داعي، نازل على طول. بالسلامة، بالسلامة يا سعادة البيه. الله يسلمك. تسلم ايدك. لم يعني يا دوبك تلحق تتغدى. أنا مش عارفة إيه حكاية المجاميع اللي مسربعاك دي. لا مش مجاميع، أنا عندي مجلس الآباء كمان. مجهزة لنا إيه على الغدا؟ اللي أنت بتحبه. استنى بقى ما أكويلك القميص. أنت لسه ما كويتيهوش. استنى على ما تتوضى وتصلي وتتغدى أكون كويته. الولاد لسه ما رجعوش. دعاء عندها محاضرات وهتتاخر، واحمد هيخلص الجامعه ويروح على التدريب في النادي. طب سخنينا الاكل عقبال ما اصلي العصر. حاضر. الباميه اكله حضرتك المفضله. باللحمه؟ باللحمه يا سيدي. امال يعني هناكلها لك قرديحي؟ يا محمد، يا استاذ محمد، يا باي، مش هنخلص من حكايه التليفونات دي. هو بيكلم مين؟ بيكلم اصحابه في المجموعه والسنتر. يبقى معاك حق، مش هنخلص. يا استاذ محمد، يا حماده، يلا يا ابني انا هرجع المدرسه بسرعه. تعالى كله بعدين اعمل تليفونات براحتك. حاضر يا بابا. إيه عملت حساب احمد؟ اشمعنى يعني احمد؟ يعني بيرجع من التدريب في النادي جعان. طب ما دعاء بترجع هلكانه من الجامعه، وهنا زمانها جايه من البلد. لا كله الا هنا. هتعملي مشكله بيني وبين اختي؟ هتقولي كده مجوعين بنتي؟ لا، بعد كده مفيش فطير مشلتت ولا رز معمر. ليه؟ اخر محاضره كانت مهمه. طبعا يا عم، وانت عايز تجيب تقدير. امال زيك لا فرق معايا لا جامعه ولا شهاده ولا اي حاجه خالص. يلا يا ابني يلا. اهو جه اهو، وريني بقى هتعمل معاه ايه. مش عارف، مش عارف اعمل ايه مع الواد ده. بجدول. ايوه، مش هاين عليه يسيب التلامذه والتدريس والمجموعات عندنا بسعر رمزي. ما هو ده اللي عايزين نتكلم فيه. انتوا جايين تتكلموا في المجموعات وبس؟ مخصوص يبقى الكلام مش هيخلص الليله. عموما يا جماعه،
احنا عندنا موضوعات كتير جدا لازم نناقشها ونطلع بنتيجه. طبعا حضراتكم عارفين ان مصلحه الولاد ما تهمش حد اكتر من الاباء والمدرسين. ازيك يا نجار؟ هاي ميدو. ميدو ايه يا ميدو كل ده بتغير هدومك؟ هتروح على طول؟ انت شايفه ايه؟ هتقول طبعا تعبان من التدريب. لا وكمان طول النهار في الجامعه. يعني هو انت لوحدك؟ طب ما انا معاك. انت مش جعان؟ انت كده جبتي من الاخر. بصراحه انا جعان قوي ونفسي اروح اكل. يبقى هعزمك. شكرا. يا هعزمك يا سلفك. وبعدين ما تكررش لما نروح الكافيتيريا عشان عايزه اقعد اتكلم معاك شويه عشان خاطري بقى. يلا. ولع يا كابتن. ولع ومسي. يلا يا ميدو نمشي. طب ولع وخد وهات. ما تولع يا ميدو، انت مكسوف ولا ايه؟ يلا يا ميدو عشان خاطري. ما تباص يا كابتن. باص يا كابتن. طب انزل هاتها. روح لحالك يا حبيبي. سيبه يا ميدو. عايز ابات. ميدو. عايز ابات. كلنا هيروحوا فين؟ من فضلك يا استاذ عبد الحميد، انا ليا تعليق صغير عايز اقوله. اتفضلي يا سيادة المديرة. يا جماعه احنا نتفق كلنا ان مش معقول تبقى المدرسه بس هي المسؤوله لوحدها. لا بس المدرسه هي الاساس يا فندم. لا يا فندم، البيت هو الاساس. لا بس لو سمحتوا لازم ننظم المناقشة كده مش هنوصل لنتيجة. المدام كانت قالت كلام مهم قوي لازم نسمعه. طب هو فين دلوقتي؟ مستشفى؟ مستشفى ايه؟ انا جاي حالا. في ايه يا مستر عبد الحميد؟ انا اسف، ابني في المستشفى. مستشفى؟ افتح الباب. حاضر يا استاذ حميد. اصدر
تعملش معاه ما سيبتها لي. ربنا يخليك يا اخويا. هو الاستاذ احمد جلاله ايه؟ الله ما اعرف جلاله ايه. اطلع يا اسطى. مستشفى الزمالك. لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله. شوفه. يا انسه ممنوع. هو ايه اللي ممنوع؟ ممنوع تعدي ويموت. لازم تعدي على الحسابات الاول. هدخل واسيبه يعني؟ يا انسه انت كده بتضيعي وقتي، عشان يدخل لازم يدفع تامين الاول. وانا اجيب لك منين تامين دلوقتي؟ فين مدير المستشفى؟ انا بنت في قلبي نصار، فين مدير المستشفى؟ فين مدير المستشفى؟ انا مش هسيبه خد عشان ما فيش تامين. روح قول لمدير المستشفى ان انا بنت في قلبي نصار. يا انسه يا انسه. بقول لك فين مدير المستشفى؟ يا فندم مدير المستشفى نفسه مش هيقدر يعمل لحضرتك حاجة. وانا اعمل ايه دلوقتي؟ ممكن تاخدي الحالة لأي مستشفى حكومي. مستشفى حكومي؟ انتوا ايه؟ ما عندكمش رحمة ولا إنسانية؟ الراجل من الحياة والموت تقولي يعطيه مستشفى حكومي دلوقتي؟ يا فندم أنا ما فيش في إيدي أي حاجة أقدر أعملها. وانا اعمل ايه دلوقتي؟ تفضل. دول لي سوا أكتر من 10,000 جنيه. يكفوا؟ ممكن بقى تلحقوا قبل ما يموت؟ كده ممكن. أنا في المستشفى. إيه؟ مستشفى ليه يا نجار؟ في إيه يا بنتي؟ يا بنتي بالسمع ردي عليا. اتخانقوا؟ وأنت مالك ومال زميلك؟ ورحتي النادي ليه؟ ميدو؟ مين ميدو؟ ابن مستر عبد الحميد مين؟ لو سمحت. ايوه يا فندم. انا عبد الحميد دراز والد الطالب اللي جه من النادي مضروب. هو في قسم الجراحه، جراحه الطوارئ يا فندم. طب طمني حالته كانت شكلها ايه؟ الحمد لله، ربنا يطمنك عليه. قسم الجراحه منين؟ فوق يا فندم. عبده. ايوه يا مال. الواد فين يا عبده؟ في الجراحه. والجراحه دي فين؟ فوق. ابني جلاله ايه يا عبده؟ ولا شعرفني يا مال، اما نطلع نشوف. اسال على اخوك يا محمد. انا مش فاهم يعني، مستشفى طويله عريضه زي دي ما فيهاش حد يقول لنا ابننا فين؟ مستر عبد الحميد. حضرتك عايز احمد؟ ايوه يا بنتي انت شفتي؟ ايوه انا اللي جبته هنا. جبتيه هنا منين؟ من النادي يا طنط، انا نجار زميلته مش فاكراني. ابني فين؟ خدوه فين؟ راح فين؟ خدوه جوه. جوه فين؟ في العمليات. يا مسبتي. العمليات؟ ندرين عليا لو يميل ويحب يسعد مهجتي. كفايه عليك شغل يا ابراهيم وخش ذاكر. ما انا بذاكر اهو يابا، وبعدين انا هخلص العربيه دي، احنا لسه بدري. ربنا يفتحها عليك يا ابني. محدش عندك يا حبيبتي؟ هو ما حدش جوه؟ لا يا حبيبتي، اتفضلي استريحي على ما يرجعوا. ما هو مش معقول يعني هتفضلي واقفه كده على البسطه ولا قدام الباب. تعالي اتفضلي. طب هم راحوا فين؟ والله يا بنتي علم علمك، بس انا شفت ام احمد عماله تجري ومعاها ابنها محمد، وقوم كده خدوا تاكسي، حتى ما لحقتش اسالهم في ايه. طب هم حصل لهم ايه؟ خير يا رب والنبي. يا رب يا بنتي يكون خير. تعالي تعالي اتفضلي على ما يرجعوا. تعالي خشي. ماما تعالي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخبار زميلك ايه؟ في العمليات يا ماما. حكايه بجد بقى؟ لا مش بجد، ده لعب عيال وقله ادب. ايه الحكايه يا نجار؟ سبب الخناقه ايه؟ بتقول مفيش. صدق الله العظيم، ابني يدخل اوضه العمليات بين الحياه والموت. والسبب مفيش؟ تصوري حضرتك، بنتك بتقول مفيش. مستر عبد الحميد انا قلت لحضرتك. قلت ايه؟ قلت ان احمد خالي مع شويه عيال عايزين يشربوا سجاير بالعافيه، راحوا ضاربينه ورمينه في الميه، ده كلام يخش العقل. معقوله يا نجار؟ لازم يكون في سبب. واكيد تعرف حد منهم. يا مستر عبد الحميد ما اعرفهمش. ان شاء الله تطمنوا عليه. الحقيقه انا مش عارفه اقول ايه. يلا يا نجار. يلا فين يا ماما؟ هنستنى نعمل ايه؟
هستنى ميدو اطمن عليه. روحي يا بنتي مع والدتك. من فضلك يا ماما، لو حضرتك عايزه تروحي روحي انت، انا مش ماشيه لما اطمن على ميدو. روحي مع والدتك، واحنا لما نعرف حاجه هنبلغك. مستر عبد الحميد لازم تعرف حاجه مهمه قوي، ان انا لازم اطمن على ميدو زيكم بالظبط. ميدو في العمليات بسببي انا. بسببك ازاي؟ طب مين اللي ضربوه؟ ليه مش عايزه تقولي؟ عشان ما اعرفهمش يا مستر. رجب افتح الباب يا اشرف بيه. بص من عين الاول. حاضر. دخلت بيه. مستني ايه؟ ما تفتح لي. ايه الاخبار يا خالد؟ في المستشفى. مات. مات ايه؟ ما تهدى بقى. الحاله يا خالد في العمليات يا اشرف. يبقى هيموت. يا ابني ما تهدى بقى. ما هو لو مات يا اشرف هقول انت اللي قتلته. انا؟ ايوه، والبوليس هيصدقني. سامع؟ سامع يا خالد صاحبك؟ انت اتخن واحد فينا، هنقول انك زقيته في الحمام. انا ماليش دعوه، انا غلطت. صلح غلطتك بقى يا شفيق وفكر معانا. افكر؟ افكر ازاي؟ يعني شغل دماغك، شوف لو مات هنعمل ايه. مات تاني؟ بقول لو اصلهم بيقولوا حالته خطيره قوي. هو مين اللي مات يا بيه؟ يا عم امشي يا عم، مفيش حد مات. امشي خور يا تخش جوه، واياك تنطق باي كلمه من اللي انت سمعتها. ماشي. يا لهوي يا لهوي. ما هو لو مات هتبقى داهيه سودا. طب واحنا هنعرف انها داهيه سودا ازاي؟ يعني ايه؟ يعني هنعرف ان هو مات ولا لا ازاي؟ نروح المستشفى نسال. مين يروح المستشفى؟ احنا. انتوا تروحوا المستشفى، انما انا. انما ايه؟ هتروح معانا. انا لا. لا ليه؟ انا ماليش دعوه يا اشرف، انا ما كنتش بحب نجار. انت اول واحد رميته في الحمام، وانت اول واحد قلعت الحزام، وانت اللي هتروح بعربيتك. لا لوحدي. لا يا شفيق، هنروح كلنا، هنسال من هناك من بعيد لبعيد. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. خلاص بقى اهدى بقى، انا هتصرف زي ما سالت في النادي، هنسال في المستشفى. يلا بس بينا. يلا بس اوفر العربيه دي. بس ده علمكم بقى غلط اننا نيجي. اقول لكم يا جماعه. قول يا مفكر، قول يا اخويا. مش محتاجه تفكير، دي نجار جوه زمانها بلغت علينا وقالت ان احنا اللي ضربناه. يا لهوي، يبقى رحنا في داهيه. يلا نرجع بالعربيه ونستنى نشوف اللي هيحصل. يلا رايح فين يا عبد؟ مش عارف رايح فين. دعاء زمانها رجعت. يا انا كنت ناسي، وهنا كمان تلاقيها رجعت من البلد من زمان ومعاش مفتاح الشقه، هتلاقيها مقفوله. هتستنى دعاء، هي معاها مفتاح. هتستناها فين؟ انا هكلم البيت، لو كانت دعاء رجعت هترد. اكيد في تليفون في المستشفى دي. نسفر يا عبد الحميد، استنى بقى. اتفضلي يا مدام. شكرا. اتصلي بالبيت، خدي يا محمد اتصل بالبيت. تشكريني يا هاني. العفو. ماما ماما محمد، احمد ما راحوا فين وسايبين النور وارع كده. اهلا يا هنا. ازيك يا دعاء؟ الحمد لله بالسلام. هو انت جيتي امتى؟ انا لسه جايه حالا. ما قابلتيش ولا امك ولا ابوكي؟ لا. هو في حاجه؟ اصل ايه يا هنا؟ هو بابا ماما في ايه؟ اصل وانا جايه من بره استلقتني الست جارتكم منادر وقالت لي ان مرات خالي ومحمد نزلوا يجروا على الشارع. هو بابا جرى له حاجه؟ مش عرفنا انا. يبقى احمد. طب هي طنط منادر ما قالت لك؟ استاذه دعاء روحي انت دلوقتي يا ابراهيم. ابراهيم
انت ما تعرفش ماما راحت فين؟ ما انا جاي اقول لحضرتك انها خدت تاكسي وراحت المستشفى. مستشفى؟ مستشفى ليه؟ ابويا بيقول انها قالت الاستاذ احمد. احمد اخويا؟ يا مصيبه احمد ماله؟ الو. ايوه بابا، انتوا فين؟ احنا في المستشفى يا بنتي. لا اخوك احمد كان تعب شويه، ما احنا مستنيين لما يخرج. يخرج منين؟ احمد خرج يا عمال. خد يا احمد، طمن اختك. حصل له ايه؟ الحمد لله، واحده واحده على ما يفوق. لازم يستريح. حالته ايه يا بنتي؟ ما تطمنينا. احمد ربنا عافيك وجوه سليم. عظم جمجمه سليم. احمد رد علي يا حبيبي، سلامتك. رد علي يا احمد، انا ماما. احمد ايه؟ لسه ما فاش؟ لسه. الف سلام عليك يا احمد. الحمد لله على سلامتك يا احمد. الف حمد والف شكر ليك يا رب. الله اكبر. يا ريت تكوني ارتحتي وريحتيني، ده كتير قوي يا نجار. اللي حصل هو اللي كتير يا ماما. حضرتك ما شفتيش حاجه من اللي حصل؟ لما انت شفتي اللي حصل، مش عايزه تقولي مين اللي اتخانق معاه ليه؟ ما بترديش عليا ليه؟ ماما حضرتك راكنه فين؟ هنا. طب يلا يا ماما عشان نروح. اتفضلي قدام. ما ماتش مش كده؟ اه. طب خد ولع بقى. لا ولعوا انتوا بقى وسيبوني اروح. ولع خلي مش وقت يا اشرف، بعدين. ألف وتلتمية جنيه وخمسة وسبعين قرش. ليه؟ ليه؟ يعني قصدي إن المبلغ كبير قوي، يعني عشان إيه؟ عشان عملية في فروة راس ابن حضرتك، وعلاج وإسعافات من اختناق الغرق، وأشعات، وفتح أوضة العمليات دلوقتي طبعاً، ودكتور تخدير، وأتعب دكتور الجراحة. أيوة بس أنا يعني شايف المبلغ كبير قوي الحقيقة، يعني أنا كنت جاي ومتصور. متصور إيه؟ يا أستاذ عبد الحميد ابن حضرتك كان جاي لنا بين الحياة والموت، احمد ربنا. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. ولاحظ إن دي مستشفى خمس نجوم. أنا ملاحظ. طب ممكن أقابل سيد مدير المستشفى؟ مدير المستشفى؟ دلوقتي؟ ما فيش قدامي غير كده يعني. خلاص. ما فيش قدامك بقى غير إن ابنك يبات لبكرة لحد ما يجي مدير المستشفى. يبات لبكرة؟ بس خلي بال جنابك، الفاتورة كده هتعلى قوي. كمان لو سمحت يعني مين المسؤول دلوقتي اللي أقدر أكلمه في المستشفى؟ والله بقى مفيش غير الدكتور الجراح اللي عمل لابنك الجراحة، أول ما يطلع يبقى أكلمه. أستاذ عبد الحميد من فضلك. نعم. من فضلك بقى شوف هتعمل إيه عشان تستلم الحاجة دي بعد ما تسدد قيمة الفاتورة. إيه الحاجات دي؟ دي سلسلة وإنسيال الآنسة اللي جابت ابن حضرتك، سابتهم عندي. الآنسة؟ آه. يا سابتهم كأتعاب؟ لا، عشان المقدم. ما هو لازم مقدم ألف جنيه تحت الحساب عشان أي حد يدخل.
يعني لو ما كانش ثابت الحاجات دي ما كانش دخل. معقول حضرتك تستلم الحاجه دي بعد ما تسدد قيمه الفاتوره؟ حاجتها عند الصراف وهتشوفيها لما ناخدها منه. طب نفرض البنت دي ما كانتش مع احمد ابننا وما سابتش ذهبها في الخزنه، ما كانوش دخلوا اوضه العمليات وسابوه يموت في الشارع؟ هم دول ملائكه الرحمه بيقولوا عليهم. البنت دي باينها بتحبه بصحيح يا حبته. هو ده اللي شغلك دلوقتي يا امال. احمد ابننا بقى مديون لها بحياته واحنا كمان مديونين لها. مفيش حد جه من المستشفى. طلبت اكلم الدكتور بتاع العمليه ده. هتقول له ايه ولا هو في ايده ايه بس يعمله؟ وانا في ايدي ايه اعمله؟ بس لازم اكلم حد دلوقتي. ومفيش حد بيرحم بس يا ربي. بقول لك ايه؟ عارف اللي هتقوليه وما ينفعش. لو حبيتي تبيعي دهبك مش هلاقي محل فاتح دلوقتي. احنا نص الليل. بعد نص الليل. هنسيبهم بس في المستشفى. هتسيبيهم ازاي يا امال؟ زي ما نجار ساب الدهب يا عبده لحد بكره بس لحد ما ندبر قرشين. ان شاء الله هنلاقي حل. بس الفاتوره مبالغ فيها. مزودينها قوي. ها الاخبار؟ الحمد لله يا بنتي. انا كنت طلبت اكلم الدكتور. الدكتور جاي حالا. يا بنتي عاوز اكلم الدكتور. مساء الخير. الدكتور وصل. مساء الخير. وحضرتك؟ انا ابو احمد. انا طلبت اكلمك بس الحقيقه انا كنت عاوز اقابل السيد مدير المستشفى عشان مساله الفاتوره والاتعاب. شوف ما تفهمنيش غلط، انا ما اقصدش يعني ان انا عايز افاصل، لكن انا كمان بشكركم المستشفى عملت الواجب اللي عليها وعارف ان الاسعار عندكم غاليه، بس المساله بينقصها المنطق. فلو سمحت انا عاوز حد يكلمني بمنطق. ما تردش عليا ليه يا ابني؟ هو ممنوع الكلام عندكم ولا كمان ممنوع المناقشه في الاسعار؟ بصي لي كده ليه؟ بصراحه انا ما معيش ال 1300 جنيه و75 قرش. وبصراحه احنا مش لازمنا اي فلوس من حضرتك خالص. ازاي يعني؟ عشان احنا اللي مديونين لحضرتك مش العكس، احنا اللي علينا ليك وعلينا كتير كمان. مش فاهم، انتوا مديونين ليا؟ انا مديون لحضرتك بكل حاجه كويسه وصلت لها. شوف بقى حضرتك تطلب كام يا استاذ عبد الحميد. حضرتك علمتنا كتير قوي وفضلك عليا انا شخصيا كبير جدا. مش عارف حضرتك هتفتكرني ولا لا، انا كنت تلميذك في المدرسه الثانوي علي شعبان ثالثه خامس، يا رب تكون فاكرني. معلش يا دكتور، يعني العتب على السنين. انا ان كنت هفتكر الموقف ده عمري ما هنساه ابدا. انا بقى عمري ما نسيت حضرتك. يا ما انت كريم يا رب. بقى معقول اللي عملت له العمليه ده يبقى ابن حضرتك؟ احمد ابني والمدام امال مراتي. وده محمد ابني في الثانويه العامه. ما شاء الله، اهلا وسهلا. ودعاء بنتي في جامعة القاهرة آداب لسانس إنجليزي السنة دي إن شاء الله. أنت حضرتك أهلا وسهلا. أهلا يا دكتور. ودي أختك أكيد؟ لا دي هنا بنت عمتي لسه أولى إعلام. أهلا وسهلا، فرصة سعيدة. طيب ندخل بقى نطمن على المريض بتاعنا. اتفضل اتفضل اتفضل. هيا يا بطل، إيه الأخبار؟ لا ده أنت بسم الله ما شاء الله فوقت وبقيت 100 100 أهو. دكتور ممكن أحمد يروح معانا دلوقتي؟ والله يا استاذنا هو المفروض طبعا يقعد معانا كام يوم في المستشفى عشان يكون تحت الملاحظه، بس اللي هيحصل بقى ان احنا هنروحه وبرضه هيكون تحت الملاحظه. ازاي يعني؟ ده ابن حضرتك يعني لازم يكون تحت ملاحظتي انا الشخصيه. سلامتك يا بطل، يلا بقى شد حيلك وعايزين تبطل شقاوه. على فكره انا هفضل طول عمري مديون لك انت شخصيا والله، وحتى الولاد اللي اتخانقت معاها ان انتوا قابلتوني باستاذنا بعد السنين دي كلها. يلا بقى شد حيلك عشان هوصلك انا بنفسي. كتر خيرك يا ابني. الحمد لله عندنا عربيه على قدنا. وانا كمان الحمد لله عندي عربيه على قدي، يعني سكتنا واحده ولا حضرتك بقى مش عايزني اعرف البيت؟ لا عيب، ازاي تقول كده؟ انت تشرفنا. ربنا يكرمك. طب بس يعني بالنسبه للاتعاب وحساب المستشفى. يا استاذنا ابقى اخصمهم اللي علينا، انا هتصرف مع المستشفى. يعني هنديهم حاجه رمزيه كده، وطبعا بالنسبه للاتعاب انا فاتعابي وصلتني من زمان. ربنا يبارك لك يا ابني. انتوا عارفين؟ باباكو درس سنتين في الثانويه العامه، وكان هو السبب ان انا جبت مجموع كبير في العربي. والله يمكن يكون هو السبب ان انا دخلت كليه الطب اساسا. عشان كده حضرتك بتقول انك مديون له؟ لا بجد والله، استاذ عبد الحميد كان دايما يجمعنا في الفسحه وبعد الدراسه ويقعد يشرح لنا. والله مسيه بالخير بقى، عمره ما ادى درس خصوصي واحد. ولحد دلوقتي كمان ما بيديش دروس. ساعده ايه يا استاذ؟ ما خلاص
فوقنا وبقينا مية مية. واحدة 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 بالهداوة عليه. أهم حاجة يا أحمد عايزك تاخد الدواء في مواعيده بانتظام، سامعني؟ اطمن يا دكتور، طبعا كل تعليماتك تتنفذ بدقة. خلي بالك هتبقى أنت المسؤولة قدامي. طبعا. الحمد لله على سلامتك. طب يا استاذ ده انا هستاذن حضرتك. ايه رايح فين يا دكتور؟ البيت بقى، ما انا اصلي من الصبح في المستشفى. معقوله هتمشي كده؟ لا ما انا اكيد هاجي مره ثانيه ان شاء الله عشان اتابع حاله احمد. استاذن حضرتك تصبح على خير. وانت من اهله يا ابني، وانا بشكرك على كل حاجه. يا استاذ ده انا المفروض اشكر الصدفه، ولو انها يعني صدفه مش سعيده قوي، انما الحمد لله على كل شيء. استاذنك تصبح على خير. وانت من اهله يا ابني. الحمد لله. تصبح على خير يا استاذ. في امان الله. بتعملي ايه؟ بكبسك يا اخويا، زمان رجليك بتعين عليك من الوقفه طول النهار. وانا كنت لوحدي، ما انت كنت معايا. ربنا ما يحرمنيش منك. ولا منك ابدا. الحمد لله ربنا سترها معانا، بركه طيبتك. والحمد لله ان زميلته دي كانت في النادي عشان تلحقه. البت دي انا قلبي اتفتح لها من ساعه ما شفتها كده اهو. ولا بعد اللي عملته؟ ام الله يرحمها كانت دايما تقول لي يا ابني اعمل الخير وارمي البحر هيقعد لك. اهو قعد. والله الدكتور علي طلع ابن حلال بجد. اهو مش اي حد الايام دي يفضل فاكر المعروف ويبقى عايز يرده. او ما انا ايه رايحه فين؟ هبص على الواد احمد اشوفه نام ولا لا. طب اجي معاكي، عايز اساله سؤال. مش وقته يا عبده، اللي جرى للواد يا كبد امه ما جراش لحد. ايه بس انا عايز اعرف ليه مش عايز يقول لي اسماء العيال اللي ضربوه؟ ما كايس ما يعرفهمش. ما يعرفهمش؟ طب ونجار زميلته دي؟ اهي دي مولوده في النادي وطول عمرها هناك، كمان مش عارفاهم؟ انا حاسس انهم عارفين حاجه ومخبينها. لو قالوا لي اساميهم انا انزل اعمل محضر دلوقتي واقدم التقرير الطبي. يلا يلا نروح له. تروح شباب؟ ما نروحش البوليس؟ ملوش لازم. ملوش لازم ازاي يا ابني؟ هو في اكتر من اللي انت فيه؟ دول كانوا هيموتوك. أنا لو شايف فيك حيل كنت أقول لك يلا بينا على الاسم. هو سؤال واحد هسأله لك، مين اللي ضربك؟ هرد وأقول ما أعرفش. برضه ما تعرفش يا أحمد؟ ما أعرفش. طيب نمرة زميلتك كام؟ زميلتي مين؟ نجار؟ أيوة نجار، هو في حد غيرها؟ أيوة عايزينها في إيه يعني؟ تعرف إيه دول؟ إيه؟ ما تعرفهمش. مش مهم، عارف معانا ليه؟ عشان نجار سابتهم امانات في المستشفى لما رفضوا يدخلوا اوضه العمليات. قول لنا تليفونها كام يا ابني؟ خلاص يا بابا انا هكلمها بكره. وبكره ليه يا ابني؟ خير البر عاجله وزمانهم صحيين. عايزين نشكرها هي والست والدتها ونقول لهم الحاجات دي نوديها لهم ازاي. خلاص يا بابا انا هكلمها. يلا يا امل تصبح على خير. تصبح على خير. احمد انت ليه مش عاوز تقول لي اسماء العيال اللي اتخانقوا معاك؟ ايه عايز تتخانق معاهم انت ولا خايف يطلبوا نجار ويسالوها في النيابه؟ ما ترد على ابوك يا ابني. رد علينا طمنا. يا بابا انا رديت وقلت ما اعرفش ولا هي تعرف اي حاجه. بس انا هعرف، ولو انا ما عرفتش النيابه هتعرف. يعني يعملوا فيك كده واسكت؟ تبقى مش ابني ولا انا ابوك.